لقيت وليت كنصلي انا والمراه، لقيت بان الراجل الا سخط على المراه راه صينو بحال سخط عليها باه. عرفنا الله وتحياتي لكم. اوكي يعني انا ملكه غادي نمنع من العائله ديالها سالينا. اوكي يعني الزوج ديالها فقط وحتى العائله ديالي ندويت على العائله ديالي. انا تزوجت الحمد لله، هذه حياتي، هذه الحياه اللي اختاريت. انا اختاريت حياتي بحال هكا، اللي غيطلقني بمراتي يمشي يطلق مراته هي الاولى، عادي يجي انا يحرضني يطلق مراتي مزيانه. هاد الرساله شوف موجهه للعائله، شوف لعائلتي يا سيدي، انا كندوي على عائلتي. هذا اللي غادي يجي غادي يقول لي طلق مراتك فاعله تاركه دايره، سير اخويا طلق مراتك انت الاول. عاد جي دابا كنهضر وكنوزن ما بغيتش نغلط. انا اختاريت مراتي وكنموت على مراتي، انا كنحماق على مراتي. انا الا مشات عليا مراتي مزيان هادي، الا مشات عليا مراتي غنتفروح وغنتسطى مزيان هادي. انا من مراتي انا ما نعيش مزيان هادي. ايوا بنادم يمشي يشوف ولادو ومشي يشوف حياته وبعد منا مزيان هادي. انا درت واحد الغلط، درت واحد الغلط كبير بزاف وانا كنعترف به، وهاد الغلط اخر مره غادي يوقع. هاد الغلط ما غاديش يبقى. اوكي هاد الغلط ما غاديش يبقى. انا صافي مراتي حامله. اوكي انا غنبدل شو لا ما نقولش هادي، هادي تكون شويه قرب ليها. لا خويا قسما بالله ما كاينش هنا شكون بكا سلمى، كاين شي امور ماشي من حقهم انهم يتقالوا. اوكي انا كنهضر بالالغاز، بنادم اللي كيطيح علينا الباطل وكيقول حنا، انا غنحلف واخا انا ما مضطرش انني نبرر لشي واحد. الا غير انا ملي كتشوفوني كنهضر بهذه الطريقه هذه وشويه الشرح ديالي يدير بهذه الطريقه هذه، راه بنادم كيبان ليه كراف وكيبدا يطيح عليك الباطل. الله راه سير الله راه فاعل عليكم. صافي وي حامله يلا دارت التيست قبيله شويه، غدا ان شاء الله راه غادي نوري لكم. تحد ما سوقو فيك واخويا العزيز، الشيء اللي جيت نقول كلشي اقسم بالله الا الاغلبيه ديال هاد الناس، ولكن انا مضطر انني ما نعاودش كلشي. وجي شي واحد يبكي عليا داكشي اللي غادي ندير فيه، الله سبحانه وتعالى اللي غادي يعرفه. وانا براسي ما عارفش الحوايج اللي غندير وكنخاف من راسي. وحتى هاد القاد انا بزاف ديال الحوايج غادي نغيرهم، بزاف ديال الامور غادي نغيرهم، بزاف ديال الحوايج غادي نغيرهم. هذا اللي غادي يجي يبكي ليا مراتي وغادي يدي بكالي، ولا خاصك ديري هادي وتفعلي هادي وصلي بزز منك وديري وديري عقلك وما ديري السوشيال ميديا. انا اللي عندي الحق نحكم وانا اللي عندي الحق نقرر. اوكي وانا مراتي لما دارت الصوره زوج ديالها مزيانه هادياك، انا راه العائله ديالي وما رحمتهمش، العائله اللي مربيني من اللي كنت صغير، والعائله ديالي شكون 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 شكون. ونهار قالوا لي لا حق ما تكونش مع هادي ولا طلق هادي ولا ما دير السوشيال ميديا راك ركبتهم. عاد انا غنوحل مالينا، الا كانت مالك كتهضر سبونطاني وكتجبد شقه عفويه ويطلع بنادم يشد ديك الهضره ويلقاها السبب باش يبان فيها دور الضعيف، انا غادي نصلح كل شيء. غدا ان شاء الله مالكه غتبان واحده اخرى. ما كنهضرش معكم انتم المشاهدين غير تاعها، هذه هضره وهلايا فين غاديه، انتم غتفرجوا وما من غدا ان شاء الله غيتبدلوا بزاف الامور. انا ومراتي مزوجين، الا دخلت الحبس ولا خرجت الحمد لله راه ماشي اوكي، نقدر ندخل نعاود نخرج، ندخل نعاود نخرج حتى ارتاح، وديك الساعه غنمشي مع مراتي ونعيش انا وياها بخير. ومراتي ملي غنقول لكم هاد المره حامله راه ما كنكذبش، فراه فريمون حامله. اذا ولات عندي مسؤوليه، ولات عندي مراتي والوالده براسها، داكشي الوالده عيرتني غير قبيله، دخلت عليا الكآبه اقسم ما عمرها قالت لي طلق مراتك وربي شاهد عليا. هذه الوالده بالضبط، الوالده ما كرهش انا طراش معجزه بحال هكا وتغير كلشي، مي كلشي غيتصلح مع الوقت، غيجي واحد النهار والوالده غتفهم بزاف الامور. اوكي غتفهم بان مالكه قلبها ابيض وهادشي اللي كدير كدير بواحد الطريقه سبونطاني، كدير بواحد الطريقه عفويه ما كتقصدش مزيان هادي. مي دابا انا غادي ندوي على راسي، انا مراتي ولات حامله وعندي عائله، يعني من هنا لقدام غتولي عندي عائله، دونك اي مشكل غادي يدخل من شي بلاصه غادي نسدو. ودابا هادشي اللي طرا، هادشي اللي خلى مالكه يبكي اليوم، هادشي اللي خلى مالكه تبكي اليوم، نقدر نقول هي السبب وانا السبب.
اوكي يعني ما غاديش ندير فيها دور الضحيه، هي السبب وانا السبب. اوكي حقاش من غدا وبعد غدا وهلي شهر الى ابد الابدين غيتغيروا بزاف الامور. علاش انا شوف المغرب ديالنا احسن بلاد الحمد لله، وكاين الناس اللي واخدين الدين بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. مثلا خالي ندوي غير على خالي، هذاك عزيز عليا، واحد خالي واخد الدين بواحد الطريقه صحيحه. اوكي ما كاينش شي واحد يحرشه ويعمره على امه. اوكي هذا خالي هذا. ما كندويش على واحد خالتي لان انا مانيشان، فهمتيني؟ واحد خالتي زوجاتها الوالده هذه بوحدها، هذه داك الشيء اللي دارت ما كيتغفرش، هذا الشيء ما غاديش نهضر عليه. عندوي على واحد خالي تحياتي ليه، واخا ما كيحملنيش على ود، هو كيتسحاب لي بانني دابا هو على باله بان اللي كي هذيك راه حياته ضاعت. هذه الثقافه اللي مربينا عليها، مي انا كنحترمو على ود داخل سوق راسو، ما كيحرش ما كيدير، كيخاف من الله واحد الدرجه كبيره. اما هذاك اللي باغي يدير فيها ولي صالح بزز، باغي شاد الدين، باغي يدير فيها ولي عارف الدين وطب، هذاك حاله خاصه بوحده. هذيك اش بغيت واحد المره تخافوا من الله؟ وي اختي بصح، اش انت اللي حامل ولا هي؟ انني واحد الانسان كبرت في الزنقه واحد الوقت بكل تواضع، دوست العالم كامله فهمتيني، كنتني غنقطع العلاقه، العلاقه ما غتبقاش كاع. مراتي الحمد لله زيانتي، اشنو السر؟ الله يكبر فيك اختي بارك الله فيك. مراتي الحمد لله 46 عام، راه ماشي مازال صغيره، دير السوشيال ميديا تمثل السيده حره، حره. اوكي السيده تزوجت ولات مسؤوله على الزوج ديالها، باش غادي نقص الشق وغادي يقول لا ما ديريش هذه، لا شوتينا لا فعلتينينا. انا راه ماشيش من العصر الحجري، انا راه ماشيش من العصر ديال لا، انا اللي مسؤول عليها وانا اللي كنقرر اشنو غادي دير واشنو ما غادي ديرش، وانا اللي كنقرر والقرار انا الاول فيه والقرار انا اللي كنديرو. اوكي مراتي الا ما احترمتنيش ديك الساعه انا اللي كنقرر سالينا، اما الشيء الاخر غير باغا دير خاطره وتبقى زوينه وتبقى بينه وبين الله زوينه. اوكي باش بنادم ما يمشيش غلط. شوف مراتي في هذه الحاله هذه نكذب عليكم، ديما مراتي كنبغي نشوفها فرحانه، انا لدرجه بعض المرات كنخلي مراتي انا كنخليها دير داك الحماط اللي كدير في السوشيال ميديا غير على ود باش نشوفها ضاحكه، باش نشوف الابتسامه في وجهها. حتى انا ما كيعجبنيش الحال ملي كتطلع مراتي تبقى تطلع ودير، ما كيعجبنيش الحال. مي انا ملي كنشوف ساعات مراتي غادي يكون بهذه الطريقه هذه، فانا كنسكت وكنرجع للور وكنخليها دير اللي باغا دير، ما كنفرطش عليها نقول لها اشنو غديري واشنو ما غديريش. اوكي اذا انا هذيك محسوبه ليا، انا اللي مكلف بها واخا صغر منها، عندي ما عنديش، ديالها هو ديالي وديالي هو ديالها. مزيانه هذه، انا اللي غنقول لها اشنو غديري واشنو ما غديريش، وغادي يقول لها لا ما ديريش السوشيال ميديا، كانوا كيشعلوا العافيه بحجره طن 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 طن. لان مراتي هذا الشيء اللي دارته لراسها بحالي حتى هي واحد الوقت، مي انا هذا الشيء تعلمت منه. مراتي كدير الخواطر، دير الخاطر لهذا، دير الخاطر لهذا، دير الخاطر لهذا، باش في الاخر يطلع واحد ولا وحده تدخل عند الواتساب تقول لها اوكي زعما زينه هذه، باش تطلع وحده ولا واحد تدخل عند الواتساب شوتينا. تستاهل تستاهل. مي انا هضرت دوك الناس اللي طلعوا عايروا مراتي، انا هضرتهم لان مراتي بديك العفويه ديالها، وتا انا كنتقيد كنشوفها كتهضر كنقول واقيلا راه ما كاين لا مشكل والو والو، كنطلع غير كنهضر كنطلع انا نشكر ندير. يعني انا غادي نشوف هذا السبب علاش مراتي تقال لي عليه وعليك، انا غنشوفو سبب. مي غدا ولا بعد غدا غيطلع شي واحد يسب لي مراتي، داك الشيء اللي غادي ندير اقسم بلا اله الا الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي غادي يعرفه. انا هادشي غنشوفو كعذر لانني واحد الانسان حقاني بنادم، انا الضر هو كيشوف راسو انه الضر لقاه سبه زيد وزيد وزيد، هادشي اللي خلى مراتي اليوم دير. مي انا هادشي هذا غادي نقطعو وهادشي هذا غادي نساليه فهمتيني، وهادشي غادي دي. ولكن غدا ولا بعد غدا عاد غيتشوهو معايا ديال بصح. اوكي دابا غنسد هاد الموضوع هذا.
ما فهمناش ما عندكم لاش تفهموا هذا الشيء. هذا راه ما موجهش لكم نتوما كاع اللي كتفرجوا فيا. هذا الهضره اللي كنقول كاع ما موجهه لكم نتوما اللي كتفرجوا فيا. 1200 ديال البشر اللي كتفرج فيهم ما موجهش لكم كاع. هذا ميساج اونفوي ملكه اللي عارفه على من. وانني انا قارئ قانون وعارف انا السوشيال ميديا كامله، كنعرف منين غندخل وكنعرف منين غنخرج. انا اليوم ملي تعيرت بالحمق اوكي، انا بحكم انني واحد الانسان حقاني كنشوف ان سبب كافي لانني انا طلعت وجاملت شي ناس. حقاش انا شفت مراتي كتجاملهم، انا قلت واقيلا ما غيبقى حتى شي مشكل حتى انا جاملتهم اوكي. ملي سمعت اليوم انا غنشوف معذورين، من حق انا طلعت جاملت وماشي من حقي انني نطلع جامل لانني شفت مراتي طلعت جاملت حتى انا مشيت معها في الخط زينه. مي غدا ولا بعد غدا بين مراتي، انا ما كنبغيش مراتي نشوفها تعيسه صافي. انا هاد المره غادي نحاول نصبر. والله ما كندوي عليكم اللي كتفرجوا فيا، هذا ميساج اونفواي غير فهموني الناس اللي كتفرجوا فيا باش ما تغلطوش ويتسحب لها عليكم. نتوما اللي كتفرجوا فيا الامر ما كيتعلقش بكم كاع، نتوما غير مشاهدين ما كنعرفوكمش اوكي. الفاهم يفهم، اللي فهم غنعرفو كاين اوكي. نرجعوا للموضوع ديالنا، غدا ولا بعد غدا غنشوف شي واحد بكال يا مراتي، اقسم برب العالمين بلا ما نكمل. فهمنا ما نقدرش نفهمكم. لا لا ما غنمرضش انا، انت كنمرض ملي كنشوف مراتي كتمرض اوكي. انا دابا هضرت ووصلت اش غادي ندير. الحمد لله ملي ما فهمتوش هاد الهضره اللي قلت ما كتعلقش كاع به هادوك اللي كنعرف وكاع به هادوك اللي كيطلعوا في السوشيال ميديا وكاع به هادوك اللي كيتفرجوا.